فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في قوله سبحانه وتعالى واللائي لم يحضن، هل يؤخذ من هذه الآية الرد على من منع زواج الصغيرات؟ نعم، اللائي لم يحضن عن الصغيرات، يراد بها الصغيرات، لم يحضن لصغر، وهذا رد واضح على من هو اللي يمنع زواج الصغيرات، يعارض أحكام الله بالهوى أو بالجهل، ما يجوز هذا، هذا ضلال والعياذ بالله. من هو اللي يمنع تزويج الصغيرة؟ يمنع حكما شرعيا، وش دليله على هذا؟ دليل على هذا؟ نعم، إنما هذا من تعنتهم ومن اعتراضهم على أحكام الشريعة. هل هم يريدون الرأفة بالصغيرة؟ أبوها أرأف منهم بها، أبوها أرأف، إن وجد إن أبا يزوجها لرغبته هو ولطمعه هو هذا يمنع، وهذا ليس بكثير. أما أن يمنع زواج الصغيرات مطلقة هذه جراءة على أحكام الله، لا يجوز هذا. نعم، إذا وجد تلاعب يمنع. نعم فضيلة الشيخ، حتى الكبيرة إذا وجد تلاعب في تزويجها يمنع. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.